الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. للفن عنوان. حديث الروح. حديث الروح. برنامج فني ثقافي يهتم بأثر المبدع والفنان في كل مكان وزمان. حديث الروح برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري من 8 للعشرة على الحياة فهم. حديث الروح. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعينا ومستمعينا الكرام على موجاتنا، موجات قناة إذاعة الحياة فهم في كل مكان. أهلا وسهلا بأوفيائنا في كل زمان ومكان، وفي كل من اختار موجات الحياة فهم نقول لكم مرحبا بكم، ونتمنى أنكم تقضيوا معنا أوقات سعيدة وممتعة. دأب هذا البرنامج على استضافة الفنانين والمبدعين من كل أنواع الفنون والإبداع، ولكن هذه المرة نقول أننا سنستضيف مبدعا بحضوره وفي غيابه. قداش تمنيت أني نستضيف صديقي اليوم في الأستوديو، وقداش حبيت أن يكون معنا ومع مستمعيه وأحبائه في هذا المكان، لكن نقولوا نحن ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وربي عز وجل عنده حكمة في قضائه وقدره ولا راد لقضائه، ونحن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ونقول إن لله وإنا إليه راجعون. نستقبل بكل شوق وبكل حسرة وبكل حب، هي المشاعر المجتمعة مع بعضها، ضيفنا الذي هو الحاضر الغائب، الحاضر في نفوسنا والحاضر في نفوس أحبائه ومتابعيه وأصدقائه، وإن شاء الله عمره ما بش يكون غايب. ضيف اليوم مانيش بش نرثيه ولا بش نأبنه ولا بش نبكي على الأطلال، لأنه مازال يعيش بيننا وبيناتنا، ويعيش بالناس وأهله وأصدقائه في كل أقطار الوطن العربي، ليس في القيروان، هو ابن القيروان لكنه ابن تونس وابن الإبداع في كل مكان، لأن المبدع والفنان تخلده أعماله وآثاره ومواقفه وحب الناس. الناس اللي يحبوا حميدة صديقنا الغالي باش يتابعونا، ونقول لهم ما تحزنوش على حميدة، لأنه حميدة موجود بيننا وأعماله ومواقفه وآثاره تحكي عليه في كل مكان. حبينا من خلال هذا البرنامج نعمل لمسة وفاء إلى صديقنا المرحوم المبدع الذي قدم الكثير للفن وللثقافة والإبداع في تونس وفي العالم العربي. في ذكرى أربعينية الفقيد نقول ربي يرحم خونا حميدة، وإن شاء الله هذه مناسبة لن تكون أليمة، لأنها تفكرنا في العزيز الغالي، وهي فرصة باش نذكر صديقنا ونذكر مواقفه وأعماله وإبداعاته. حبينا يكون بحذانا، لكن الغالب روحه الطاهرة ترفرف بيننا، وهذا حديث الروح إن شاء الله، كما قال الشاعر محمد إقبال، حديث الروح في الأرواح يسري ويوصل إن شاء الله تعاملنا معه وكلامنا وسلامنا ليل إن شاء الله. ونسأل الله له ولنا العفو والمغفرة، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. إنه الصديق الحميم العزيز المرحوم المبدع والفنان حميدة جري، ربي يرحمه وينعمه، هو يحضر معنا في كل مكان، يحضر معنا بصوته ويحضر معنا بأشعاره وبأعماله، وإن شاء الله نقوله في جنات الخلد يخون حميدة. ونحن في القيروان هنا متجندون لخدمة أبنائنا المبدعين وأخواننا الفنانين، إن كانوا موجودين وإن كانوا أيضا غير موجودين. في هذه المناسبة ما نشبش قول أليمة، في هذه المناسبة الحلوة، في هذه المناسبة التي هي وقفة عرفان، وكلنا نقف إجلالا واحتراما لروح صديقنا، ندعو له بالرحمة ونقول له يا حميدة نحن نحبك ونحن نعزك ونحن نجلك، وأعمالك تخلدك، ومتابعيك سيتابعونك في كل مكان وفي كل زمان. ويحضر معايا في هذه المناسبة في الأستوديو أختي الكريمة مدام جري، رفيقة دربه ورفيقة عمره، والتي عاشت معه أحلى اللحظات وعاشت معه مسيرته وحياته. مدام جري مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، مرحبا بفضلك. الله يخليك، عايشك. إيش تجم تقول لنا في هذه الحصة؟ معطيك الكلمة مدام. بعد الكلام هذا الكل ما زلت باش نجم أقول الحق يعطيك ألف صحة، ومشكورين ومشكورة إذاعة الحياة
كما قلت انت حميدة جري ما ماتش، حميدة جري حي موجود في قلوبنا، موجود بيناتنا. بارك الله فيك. والمبدع لا يموت مدام، وكذلك ينوب قطاع الفن والموسيقى في القيروان الفنان مراد بشير، كاتب عام نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة عن ولاية القيروان. مرحبا سي مراد. مرحبا بك خويا سفيان، ومرحبا بكل المستمعين، والرحب زادة بالأخت سميرة أخت خونا وعزيزنا، وربي يرحمه وينعمك. بارك الله فيك. مرحبا. إذن سنبدأ على بركة الله هذه الحصة، وإن شاء الله تكون شيقة ويتمتعوا معنا مستمعينا الكرام. نبدأ على بركة الله في استقبال مكالماتنا الهاتفية، وعلى موعدنا مع المايسترو الفنان القدير الذي كانت له معاملات كثيرة وصولات وجولات مع المرحوم حميدة جري. رحبوا بقائد فرقة الإذاعة والتلفزيون، عازف الكمان الأول في الوطن العربي وفي تونس، الفنان بشير السالمي. مرحبا أستاذ بشير. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا بإذاعة الحياة. أهلا وسهلا. أفهم. ومرحبا بمدام جري، مدام حميدة جري. مرحبا. ونقول إن شاء الله ربي يرحمه، وإحنا في لما كما قلت أنت، لما تفرح ما هيش لما تحزن، وهو صحيح. موجود معنا إن شاء الله، وبعماله وكل ما راجل ما يتنساش بعماله، بخلد الذكراه، ولو حميدة ما يتعودش، لا يتعود ولا يتعود. فنان كبير وقلب كبير، الله يرحمه وينعم. الله يرحمه، ربي يبارك فيك. نحن في هذه المداخلة نحب نذكر متابعينا ومستمعينا بأن قناة أو إذاعة الحياة اف ام هي الإذاعة الأولى التي تهتم بالشأن الصحي في البلاد، وبالتالي حميدة أخونا العزيز هو ينتمي في نفس الوقت إلى الحقل الثقافي، وهو مبدع ومثقف وعاز وملحن عفوا وكاتب شاعر كلمات، لكنه أيضا من أبناء قطاع الصحة. إذن الوقفة هذه هي فيها يعني عرفان بالجميل من قناة الحياة اف ام، لأنه ابنها، لأنه ابن قطاع الصحة، ونحن أيضا من واجبنا أن نحيي ونكرم أخينا حميدة جري. أستاذ بشير السالمي، لو تحدثنا على مشاركاتك وأعمالك مع الفقيد حميدة جري الله يرحمه، عمل حاجة اللي بشقة التاريخ، وسجل اسمه بقلم من ذهب في تاريخ الموسيقى التونسية، ألا وهو صيغة الدور اللي هو ماهوش غناية، اللي هو أصعب من الغناية، اللي هو الكلام تاع الدور يتلحن ثلاث مرات وفيه الآهات، فهو صيغة أخرى مختلفة تماما على الأغاني. ومن يلحن الدور بمعرفة وبتقنيات الدور فكأنما لحن ثلاثة ولا أربعة أغنيات فرد وقت، صحيح. بنفس الكلام بنفس الكلمات. فكانت لي معاه أول اللقاء مع حميدة جري هو الدور من كثي وجدي. الدور هذا قعد قرابة عام بدل لي هذه رجع لي هذه عمل لي هذه، وأنا هاني مشيت على قروان، هاني رجعت لتونس، هاني قعدت أنا وياها وسهرنا هو، وما زلنا ما نعرفوش شكون باش يغني. إلى أن نهار من نهارات عمل لي تليفون قال لي راهو فما مفاجأة باش نشاورك عليها وباش نستشيرك، ممكن راهو لقينا الظلة نتاعنا احنا أنا عندي الهيكل نتاع الدور، لكن ما عنديش كون شي غني، فهمت كيفاش؟ أيوة. حتى في درجة الارتكاز سي سفيان، أيوة. هو سيكا، مرة نقول راحت الأرواح، مرة نقول لا هزام، معناها الطبقة مرة تكون متاع مرة تكون متاع راجل. فقعدنا أشهر وإحنا
اونتاتون معناها لوجو كيفاش انا هو الصوت اللي باش يقوم يغني في عام 93 في دوره من دورات المهرجان الاغنيه كيفاش باش يغني دور معناها الادوار تعرفت من عام 50 مشاو على رواحهم صحيح مع زكريا احمد ومعنا. كل مع الجماعه هذوك كل واحنا صحيح. بالنسبه لتونس الوحيد اللي لحن الدور هو الهادي جوين دور العتاب العتاب نعم دور العتاب اللي فيه يا ناس قولوا له وعلموه اني محب وهذيك الكلام هذاك كلام الدور الابيات هما اللي يتلحنوا ثلاث مرات يعني صيغه جديده الدور ما كانش يعني حاجه متداوله وحاجه معروفه عند مستمع تونس اي نعم الفكره هي معناها فكره الدور هي قديمه لكن استنباط الدور يكون معناها نيو يكون معاصر يكون جديد يكون فيه تجديد يعني مش على النمط القديم ولا فيه نوع من التجديد لا مش اي مش النمط القديم احنا خدينا دور العتاب عباره كلاسيكي هذاك احنا زدنا معناها جددنا في قلب الدور بدون مس جوهر الموضوع وبعدين تعلقيتوا له معناها اللي باش تغنيه للمطربه عفوة جلوز في الاخر عمل لي تليفون قال لي يلزمك تجي ونحكيه مع خوها وكله راه فما البنيه ذي اسمها عفوة جلوز وكل شيء ويلزمها وراي تغني راي صوت روعه وكل شيء كل المهم مروحات القروان مشيت كلمت خوها انا وقتها وكل وهكا وسمعنا شويه وقت الاستماع الا بالكاسات راه ما اي طبعا فماش لا فلاش ديسك ولا حتى شيء كانت صعوبات مش كاير الصعوبات المهم حسيلو سمعت صوتها هبلت انا ما تصورتهاش تغني كيكا المهم حميدة كان سبب باش ربط الخيوط بيني وبين عفوة جلوز فكان الدور هذايا قيرواني 100% أليف المطلحين وأداء حلو برشا بصراحة وجميل أبدعت فيه استاذ الفكرة قيروانية عرفت صحيح معناها ما خرجش من القروان الفكرة وتقدمت في مهرجان الأغنية عام 93 وبصراحة وهذيك النقلة اللي خلات عفوة جلوس تتعرف الساعة بالنسبة للجمهور وبالنسبة للإعلام ما كانوش يعرفوها جملة وما يعرفوهاش البنية وتسحروا كيفاش تغني كيكا وكيفاش وكله معناها وعجبوا بالأداء العجيب من صوتها وانا بقدر ما انا فرحت في اياماتها وكل بقدر ما انا نسبيا حزنت اللي هي فارقت الميدان انقطعت وانقطعت وانعزلت وكل وبصراحه انا شخصيا رايي التو متمسك به اني عفوة ما شاء الله من احسن الاصوات اللي انجبتها تونس بصراحه الى حد الان ما شاء الله انا ديما نستشهد بشيخ الملحنين محمد التريكي ديما انا عندي صحبه معاه وكل الله يرحمه وينعمه وكنت ديما انا نحب رايه ونحب ديما نساله في المواضيع هذه قلت له شنو رايك في عفوة قال لي ما بطلت قلت له بطلت قال لي رزيه لتونس لا لا قال لي عفوة هذيك اي قال لي هذيك رزيه لتونس في المجال الغنائي خسرتها يعني البلاد التونسية خسرتها بالطبيعه خسرتها بالطبيعه خسرتها وهي ما لقاتش الظروف الملائمه راهو بيني وبينك صحيح صراحه اي كل حبوا بداوا لها في الحرب مش يعملوا لها عمايل كيما عملوا لصالحها باش يعملوا لعفوة جلوس شمروا على ايديهم وبداوا حصلوا لها فايده في الحديث ومش بيك مش تنحي لهم المكانه نتاعهم ما عندكش فكره ما طبعا وسيادتك كنت مطلع انت في تونس كنت في وسط المعمعة طفله ما شاء الله بن علجية قال ما سمعتش قال فالاصوات هذه صوت قال هذا يتسمى صوت ربي يفضلك وان شاء الله ديما موجود معنا وان شاء الله ديما نرجعوا لك والمرجع نتاعنا استاذنا الكريم واعمالك الخالده نرجعوا لحميده هو اللي كان سبب
ايوه توا نرجع لحميده، هو اللي كان سبب باش عام 93 قدمناه في مهرجان الاغنيه، وقدمناه كهديه راهو مش في المسابقه، خارج المسابقه هديه، خارج المسابقه خاطر ما فماش ما قالوش دورهم. واحنا قلنا الهادي جويني عمل العتاب وعمل دور اخر كانت باش تغنيهم كلثوم، وكي مشى لمصر ما مرضت هي وقتها بعينيها ودرا شنو حسيلو ما امكنش. هذوما زوز ادوار اللي لحنهم بالنسبه لتونس، اللي لحنهم الهادي جويني بس، ما فماش كل لحن دور. نحن محل الشاهد هنا هو الفقيد حميد جراي، محور حديثنا انه كان عنده الفضل كبير، هو اللي كان عنده الفضل باش عرف بها. بالطبيعه الدورة ذاية الثالث في تونس، معناها في التاريخ هي تذكر الدور هو الثالث بعد العتاب وبعد الدور بتاع الهادي جويني، فما الدور بتاع حميدة جراي باش دور حميدة جراي دخل التاريخ، وربي وربي يرحمه وينعمه. ذاك علاش قلنا نحن حميدة راه ما ماتش، وراه بيناتنا وراء اعماله هي التي ستخلد. هذا التعام الاول، هذا التعام الاول. ايوه ومن وقتها هذا توطدت العلاقة ولاو يغزرونا بعين كبيرة، معناها حتى في وزارة الثقافة حميدة ولا عامل مطلب باش تحكي معاه، معناها صراحة اي نعم فهمت اللي يعمل دور، خاطر مش سهل الدور في الوقت هذاك. عام 94 العام اللي بعده عملنا شاركنا بعفو قلوس كيف كيف أغنية على الأم سجد الكون، هو يحب أمه برشا. هذه ميزة كبيرة، يموت على أمك جنات. اي نعم هو بس. يموت عليها ويحبها يا ولدي، انا نبدا نسمع فيه في اللحن ويبدا يبكي، مش تفدليك الله يرحمه وينعمه. فهمت غناته في مهرجان الاغنيه، اخذت جائزه النقاد. عام 95 العام اللي بعده ثلاثه مشاركات ورا بعضهم، عام 95 خذينا الجائزه الثانيه مع منيره حمدي الله يرحمها. الله يرحمها اول محبه، الغنايه اسمها اول محبه كانت معاك، واخر الوقايه كان مع هواك، وحصيله حميده كي يبدع يهبل راهو يهبل وقتها. معناها من عام 93 المشاركه الاولى بالدور وليت كتقاليد ولا تصبحت عندك انت صحيت دابت على المشاركه السنويه. شوف وليت انا ما عادش انا نهز الدوسي، ولا حميده هو اللي يهز الدوسي لل وزارة الثقافة ويقول لهم الله يرحمه وينعمه، يقول لهم كيما كل عام كيما كل عام كذا 90 94 95 فهمت. ومن وقتها بصراحة حميدة انطلق مع شكري بوزيان ومع غيره ومع غيره ومع غيره. طيب شفت استاذي الكريم علاش يلزمنا نكرموا ابنائنا؟ معناها تو الحديث هذا الجيل هذا ما يعرفوش الشيء هذا، ما نقعدوش نقولوا كل شيء دين اسمع نتبعوا جديد ونتبعوا جديد. انا اغزر خويا سفيان سيدي، انا المقاله اللي هبطتها وزاره الثقافه هي. معناها كانت تكون دخلوا من ما كنت نحكي فيه، كاينه ما صارش اللي نحكي فيه سطحي، تحس لابرز لابرز المراحل اللي عنده في بداياته هما هذو ما تذكروش. ما تذكروش جملة، ما عندهمش دراية وما عندهمش كون يقول لهم يا ولدي. أي يعني قلت لك سطحية، وصف سطحي، أمور سطحية لا أكثر ولا أقل، هانو عندكش عندي وذاك هو، قطر ما يرجعوش للمراجع، ما يسألوش الناس، ما يسألوش أهل الذكر. أيوة يزم الإنسان ديما يسأل أهل الذكر في كل ميدان. أي حصيلو حميدة أثبت كفاءته في الوسط الفني بجدارة، ما اعطاها له حتى حد مزية فعلا، أثبت الكفاءة نتاعه الله يرحمه وينعمه، قلمه كان يطاوعه وروحه مرحة، وكان يحب الضحك وجدي وفنان، مع فنان بالحق افهم انت، قروي وفنان، معناها انسى يجمع بين واش تفضليك الاصاله والفن والقيروان اللي انجبت الشعراء والادباء والعازفين نتاعكم يعني. وقداش يحترم الكبار وقداش يحترم الكبار، ومتربي ومتخلق خلوق، وانا نموت على التربيه والاخلاق هذيك، نموت عليها هذيك، علاش حميد نعتبره خويا، نعتبره خويا الصغير، مكانة أخرى. ما
ماهيش معناها مش معناها علاقتي به كما ملحن وشاعر الأكثر ولا أقل. ربي يفضلك. أشوف هي غير الظروف معناها فرقت بيني وبينه. هو قاعد في سوسة، نقل سوسة وقتها صحيح. وكله عمل شركة الانتاج وكل شيء، كل معناها تلافي أموره الأخرين وكل يخدم على روحه وكل، لكن هو في القلب. وإحنا ديما ساعة ساعة نتكلمه بالتليفون، ساعة ساعة بالفيسبوك، لكن علاقتي به حقتها مني من مش معناها علاقة ملحن وشاعر الأكثر ولا أقل. سي بشير هو خليلك برشا غنيات حلوه، خليلك برشا كلمات ان شاء الله. نار خليلك برشا حاجات بالحق باش تاثر الساحه الثقافيه، وباش تكون بالحق حاجه مزيانه برشا اكيد. اي نعم باهي. انا وفاء وهو سفيان شاهد. ربي يفضلك ان شاء الله على الخير. ان شاء الله نتقابلوا في ساعه سعيده مدام ان شاء الله. ان شاء الله وتوريني الاغاني ان شاء الله. واذا لزم وفاء أن لروح حميده نحاول نلحنهم ونحاول نشوف واش نعملوا فيهم. ربي يفضلك واكيد باش تطلع حاجه حلوه. وربي يفضلك استاذنا الغالي، وان شاء الله ديما نسمعوا السويت الحلوه. باش يسلم عليك خوك مراد. هذا اكيد خويا بشير. شحوالك مراد يا باهي؟ شحوالك لاباس عليك؟ يعطيك الصحة يا انت قبيل تحدث على حميدة. يعجبني نشاطك يعيش الدائم وانت خدوم للقروان والقروان يعيشك وكل اخلاق الحلوة والضحكة والابتسامة يعيش. ومعك خوك سفيان ومعك فتحي العياشي والصالون القيروان للموسيقى العربية فضل. ما شاء الله على كل فرقة وكل الإطار ذاك. وانا نقول لك انت وفتح العياشي وسي سفيان وهاي مدام حميده جريت مدام سميره تسمع عم خصوا له حتى غنايتين ثلاثه يخدموهم تاع حميده وفاء لروح حميده. ان شاء الله دخلوهم في البرنامج كالتكريم. سيتم ان شاء الله في القريب بحول الله، ويكون التكريم لزوجته مثلا اكيد. أنا إن شاء الله بحول الله مش إن أغنية لا تدمعي وتبسمي يا عيوني اللي لحنتها لي أنت ما من كلمات حميدة. أي ذيك الأغنية الحلوة إن شاء الله ذيك مش نعودوها إن شاء الله بتوزيع جديد وإن شاء الله مش نعودوها إن شاء الله بالقدي إن شاء الله. باي باي أنت قبيلة تحكي على حميدة وأنا نذكر كي نبدأ وأنا وحميدة نبدأ ونستناو فيك ماضي ساعتين غير ربع نبدأ ونستناو فيك وقتاش تهبط أنت من الإذاعة. صحيح يوميا. أي الله يرحمه وينعمه. والله الله يرحمه وينعمه خوه ذاك خوه مش واحد والله العظيم والله الله يرحمه وينعمه. ربي فضلك انت وربي يبارك فيك. اذا ان شاء الله نتقابلوا ان شاء الله عن قريب ان شاء الله. بارك الله فيكم ان شاء الله نتقابلوا في ساعات ان شاء الله. ربي يعزك وبارك الله فيك وان شاء الله ليلتك زينه. عايشك بارك الله فيك. اذا الاغنيه الدور اللي كان يحكي لنا فيه أستاذنا العزيز نحب نهديه إلى مستمعينا وإلى أصدقاء ومحبي الشاعر الفقيد حميدة جري. حميدة جري نعود معكم بعد أن استمعنا إلى دور من كثر وجدي والغرام، ألحان بشير السالمي وكلمات حميدة جري. الفقيد لم يكن تونسي الإشاعة فقط، بل كانت له صداقات وعلاقات كبيرة في مختلف أرجاء الوطن العربي. ونريد أن نتواصل الآن مع أحد أصدقاء الفقيد المخلصين، أحد الفنانين كتاب الأغنية الليبية المعروفين المشهورين، الأستاذ حامد شارف الذي أبى إلا أن يشاركنا هذه المناسبة التي لن أقول ولا أقول أنا أليمة، هذه ذكرى عطرة نرفع فيها أيدينا بالترحم على أخينا وزميلنا الفنان المرحوم حميدة جري. أهلا وسهلا أستاذنا حامد شارف، مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ سفيان. يا أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا. تحية ليك ولكل إخواننا وأصدقائنا في الشقيقة ليبيا. النور نورك أستاذ سفيان. الله ينور. تحية مسائية من الشعب الليبي الشقيق. أهلا وسهلا. إلى الشعب التونسي الشقيق. يا أهلا وسهلا، نورتنا. باسمي وباسم الأدباء والكتاب والفنانين بالقطر الليبي نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة المرحوم الشاعر
والأديب والفنان والإنسان الخلوق حميدة جراي، وإلى أهل القيروان وإلى عائلته الكريمة وإلى كل الشعب التونسي الشقيق. بارك الله فيك. فنحن نعزوكم يا أخوان، ولكن حتى نحن نتقبل العزاء في حميدة جراي. بارك الله فيك. تأكد أستاذ سفيان عندما وصلنا الخبر وصلنا زلزال بفقيدنا حميدة جراي. كان نعم الأخ وكان نعم الصديق. كل من يعرف حميدة جراي بليبيا اتصل بي وقدم التعازي، وفيه من زارني في البيت. تربطني علاقة قوية بحميدة جراي وبأسرته الكريمة. كنا نتبادل الزيارات، كان يزورني بالبيت ونزوره بالبيت رحمة الله عليه. يعلم الله يا أخي يا أستاذ سفيان إن عزانا واحد. نعم. يعلم الله إن خبر حميدة لغاية الآن مأثر فينا جميعا، وخاصة أسرتي وأسرة الأستاذ الفنان سعد الجازوي. نعم. هو من عرفني بأخي حميدة رحمة الله عليه رحمة واسعة. صحيح. والله لا تسعنا الكلمات حميدة أستاذ سفيان. لا نجد العبارات التي تعبر. صح. نعزيكم أستاذ سفيان ونعزي أنفسنا في الفقيد رحمة الله عليه رحمة واسعة. ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يعافيك ويعطيك الصحة أنت وجميع أفراد العائلة وأفراد الشعب الليبي الشقيق. وكانت يعني لحظات ممتعة يوم جمعكم القدر مع الفنان والمبدع حميدة جراي، وكانت يعني حرمه المصون ترى بهذا الموقف وبهذه العشرة التي كانت بينكم، والتي أصرت أن تكون يعني ضيفنا، وكانت يعني ترفع لكم كل عبارات التقدير والاحترام، وهي تكن لكم كل الود والاحترام. ونحن بدورنا نقول لكم أهلا وسهلا بكم في إذاعتنا على أمواج الحياة FM، وهي إن شاء الله ستكون منبر لتجاربكم الشعرية ولتبادلنا الثقافي بين الشقيقة ليبيا والشقيقة تونس. ومعنا في الاستوديو الآن مدام جراي، وهي أيضا ترفع لك التحية وتسلم عليك. مدام، هاو معك صديق الفقيد. عسلامة أخويا الغالي. بالحق هو الخو مش اللي أنجبته الأم كهو، بالحق الخو اللي تلقاه في مواقف كما هكا. بالحق سي أحمد رغم أنه ما عندوش رقمي ورغم ما لقاش كيفاش يتواصل، اتصل بصديق من 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 الجنوب وكلفه باش هو معنا يبحث على الرقم ويتواصل معايا، وباش من بعد نجمنا نتواصلوا مع بعضنا. أني بالحق نوجه لك تحية كبيرة ونقول لك ربي يجازيك كل خير. وحميدة كما ديما نقول وما زلت نقول، حميدة حي، حميدة ما ماتش، حي موجود معانا وما زالت معناها أواصل المحبة والأخوة متواصلة بيناتنا، وما زال موجود أولاد حميدة. وأنت كما كنت أخ لحميدة، أنت ما زلت عم الأولاد حميدة، وربي إن شاء الله يبارك لك خويا الغالي والله يجازيك كل خير إن شاء الله. بارك الله فيك أختي سميرة. أولا نمسي عليك بالخير وتحياتي للأولاد، وربي يعوضك في المرحوم خير. الله يخليك يا رب العالمين. وتأكدي ان لك اخ في ليبيا، لك بيت مفتوح في اي وقت، وان شاء الله باذن الله التواصل بيننا موجود. حميدة رحمه الله عليه ولكن مازال حي عايش فينا. واذا كان تكلمتي عن الوفاء، تأكدي ان راه حميدة هو من زرع فينا الوفاء، هو من زرع فينا الصدق، هو من زرع فينا الاحترام. حميدة لما بتكلموا عن شخصية قسما بالله العظيم لا أجد الكلمات، لا أجد الكلمات في حميدة. حميدة بحجم وطن، حميدة إنسان عظيم والعظمة لله. وليس لي ما أقول أختي سميرة، إن شاء الله ربي يعوضك في المرحوم خير. ونحن موجودين إخوة زي قبل زي تالي، ما زال حميدة حي فينا وعايش يا أختي سميرة. أكيد أكيد أني قررت الليلة بالذات، قررت من بكيش
خاطر حميدة مش الدموع هي اللي باش تعبر على حميدة شنو بالنسبة لي أنا وعلى ولا على حزنها ولا على ألم الفراق. لا حميدة باش نعبروا على وفائنا ليه ومحبتنا ليه بالعمل وبالإنجاز وبتخليد ذكراه بإذن الله. سي سفيان سي أحمد وسي سعد كانوا باش يتواجدوا معنا على أساس أنه كانت فما أربعينية في مدينة القيروان، كانوا باش يتواجدوا معنا وكانوا باش يجيوا باش يتنقلوا حتى القيروان، لكن تغير الامر وان شاء الله اني من المنبر هذايا ان شاء الله غدوه 40 تحميده في منزله في مدينه سوسه، وهذه دعوه موجهه لكل اللي يحبوا حميده والاصدقاء، وباش ان شاء الله تشرفوني وتنوروني غدوه ان شاء الله في داري، وباش نحيوا ذكرى 40 تحميده ان شاء الله ونترحموا عليه. وربي يرحمه وربي يرحمه وربي يرحمه ينعم وربي يرحمه. امين يا رب العالمين. الله يبارك لك خويا، الله يبارك لك يعيشك. الله يسلمك يا اختي سميره، ان شاء الله ربي يعوضك في الاولاد خير يا رب العالمين. امين يا رب. امين. شكرا. أمين. يا استاذ حامد. ما زلنا يا اختي سميره تاكدي ان احنا على تواصل، ما زلنا على تواصل ان شاء الله. حميده ما زال هو جسر الوصل ما بيننا، لا يمكن ننسوكم باذن الله ان شاء الله. هذا وفاء منا لحميده اللي زرعه فينا حميده يا اختي سميره ان شاء الله. فما برشا اعمال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فما برشا اعمال حميده خلى موروث كبير، حميده خلى برشا اعمال جميله، خلى برشا كتابات ما يقارب على 300 غنية ولا حتى أكثر، مشاريع فنية إن شاء الله بإذن الله أني باش نسعى باش نقدمها لكلها على صحن من محبة ومن ذهب ومن مودة للثقافة للساحة الثقافية التونسية والعربية بإذن الله إن شاء الله. ونحن بإذن الله على تواصل، وحنبذل الجهد معك يا أختي سميرة في نشر أعمال المرحوم في ليبيا بإذن الله. يعيشك خويا الله يبارك. وذاك علاش إحنا يا أستاذ حامد قلنا هذه ليست جلسة رثاء ولا تقبل عزاء ولا هي تأبين ولا نعي ولا هذه المصطلحات الكل، خليوها لعامة الناس يعني التي ليست لها أعمال تخلدها. حميدة لم يفارقنا، جسده الذي فارقنا لكن روحه نعم. معنا يعني ترفرف في كل وقت وحين، ونحن في برنامج حديث الروح نحكي على هذا المبدع هذا الفنان الذي يعيش بيننا. إذن قل لك ربي يبارك لك وربي يفضلك أستاذنا، وخليك في الاستماع وربما ستستمع بعض من كلماتك التي قلتها في مواضيع شتى. إن شاء الله تستمع لنا عبر اللايف ستريمينج على موقعنا على الانترنت، إن شاء الله ليتك سعيدة وربي فضلك وبارك الله فيك. شكري. أهلا وسهلا سفيان خويا، شرفتنا. شرفتنا، مرحبا بيك. مرحبا بيك، استحشنا الصوت الحلو واستحسناك. تحية ليك وكل مستمعين إذاعة حياة فهم. اهلا وسهلا، مرحبا في الاستوديو. يحبوا يسلموا عليك ضيوفنا، اخونا مراد، اخونا مراد معنا يحب يسلم عليك، ومدام جرايه ايضا تحب تسلم عليك. هم معك. اهلا بكم. اهلا وسهلا خويا، شحوالكم الكل؟ صباح لباس بابا، شحوال العائله بكل يا خويا، ليك وحشه يا خويا. يفضلكم بابا، يفضلك يا غالي، عايشك يا شكري يا باهي، عايشك عايشك. عسلامة، شكري، شنحوالك؟ شنحوالك لباس عليك؟ فضلك يا خولي، عايش خويا، الله يبارك لك. طلبتك اليوم ما نجمش نتحصل عليك. ان شاء الله غدوة تكون معانا ان شاء الله في الاربعينية متاع المرحوم في سوسة. ان شاء الله نورنا والله يبارك لك يا شكري. بالحق انت تبقى من اقرب الاصدقاء لحميدة بالحق. إذا بدون مقدمات وبدون لا كلام ولا شيء، نقول لك اش نجم تقول لنا على اخوك حميد استاذ شكري بوزيان؟ والله انا حميد كنت تعرفت عليه في بدايه التسعينات. ايوه. كان حق معناتها اول تعامل مع بعضنا، تحصلنا فيه على جائزه في مهرجان الاغنيه الوطنيه باغنيه غالي علينا تونس. كان ايضا وجهه مبروك عليا، لانه وقت اللي عرفت حميده واحنا في استديو نسجل في الاغنيه، معناتها جاتني اول ما مولود لي حميرة ما شاء الله بنتي. كان هذايا معناتها باقي كنت قابل ان حميده نذكروها،
وتواصل الحق العمل مع بعضنا. حميدة فنان معناتها إنسان ولطيف وفنان بأتم معنى الكلمة، يعني إنسان طبعه وكيفاش يتحرك وكيفاش يمشي وكيفاش يتبسم وكيفاش يتنرفز وكيفاش يفرح وكل كله على كله فنان، يعني الله يرحمه ينعم وتواصل التعامل مع بعضنا في معناتها بنجاح كبير. أغنية معناتها دخلت للتراث، أغنية محلاك يامي منورت لي الدار، فمش تونسي ما يعرفهاش، دخلت كل البيوت حبوها ومازالت إن شاء الله يا ربي، حتى حميدة إن شاء الله ربي يتخلد مع اسمه مع الأغنية هذه. وأيضا كان لي معناتها التتويج في مهرجان الأغنية 97 بتتويج من معناتها اللجنة اللي تعملت أول مرة وهي لجنة النقاد، جائزة النقاد صحيح، جائزة النقاد كانت عملوا لجنة نقاد وكنا يعني تحصلنا على الجائزة الكبرى الجائزة الأولى بأغنية قالوا كلام قالوا عليكي ضايعة، قالوا كلام تنسمعها بعدين حلوة برشاية. وأيضا أغنية نجحت ياسر والتوى الحق أنا يطالبوني يطالبوني بها في عديد من المهرجانات يحبوا الأغنية. ومعنات هذا خلاصة القول، بعد كنا تعاملنا مع بعضنا كانت عنده كان أيضا منتج لعديد من العروض في مهرجانات وكنت تعاملت معاه في عديد من المهرجانات، كان هو يعني كان هو كما تقول أنت المنتج لهذه العروض في المهرجانات الصيفية سنتو في ولاية القروان وولاية سوسة. أنا معناتها شوية كان أيضا بعدنا لبعدنا وقت ولا في سوسة وتعرف على عند بعض الفنانين من سوسة ولا شغله أكثر في سوسة، يعني هو بيدو معناتها كان عنده أعمال كثيرة مع ملحنين من سوسة ومع مطربين. أنا كنت استدعيته وكان معايا في مهرجان الأغنية الدورة الأخيرة، كنت سيادتك مدير الدورة أي، وكان هو معناتها كان في لجنة الفرز، هو رب أنا حبيت نحطه في لجنة التحكيم، قال لي لا شكري أنا نحب في لجنة الفرز صحيح. والحق كان معناتها عاوني ياسر حتى في لجنة الفرز عاوني ياسر، كان كنا باقي باتصال. وفي الحقيقة كما قلت لك يعني هو إنسان فنان وشق عدد في الذاكرة وإن الله وإن الله راجعون إن شاء الله يا ربي في الجنة، وهو يستحق الجنة بإذن الله، ربي يجمعنا في الجنة وربي يجمعنا زاد إن شاء الله بك أنت أستاذنا الكريم لما تزورنا في القيروان وتكون ضيف عنا في إذاعة الحياة اللي تتشرف بوجودك إن شاء الله في حصة من الحصص، وربي فضلك وبارك الله فيك على هذا الاتصال وعلى هذه المداخلة الرشيقة منك، وربي فضلك إن شاء الله ليلتك زينة. عايشك أستاذ شكري بوزيان. مدام شو رايك لو نبدل شويه الجو توا وتسمعنا بصوتك بعض من القصائد التي تركها الفقيد، معناها تحب تهديها لاحبائه ولاصدقائه؟ هي باش نسمعكم قصيده من مجموعه شعريه لون الكلام. هي المجموعة الشعرية أول مجموعة شعرية وكانت آخر مجموعة شعرية، وإن شاء الله بش تكون توا الأخيرة إن شاء الله إن شاء الله في البرنامج، إن شاء الله بش تكون فما لون الكلام اثنين إن شاء الله إن شاء الله. هذه مهمتك وذي مسؤوليتك إن شاء الله تواصل يعني المسيرة إن شاء الله. هذا عهد أني قطعته على روحي قدام المرحوم حميدة جري، لأنه اللي فما برشا ما يعرفوش أنه حميدة هو الموت ما كانش فجئي بالنسبة لنا،
حميدة قعد معناها شهرين، هي الأعمار بيد الله هذه بالطبيعة، لكن احنا شهرين واحنا على علم حسب ما حكى طبيب وامور علمية انه معناها شهرين وينتقل معناها الى رحمة الله عز وجل. شهرين هذوكم تعديوا بين الغناء وبين الشعر بين الوصايا، معناها حاجة هما برشا توا، قلت لك بكري يا سي سفيان، برشا ناس توا هي فما درجة وعي راهي مختلفة فما برشا ناس توا يتسائلوا يقولوا معناها من الأجدر أن زوجته تكون قاعدة مسكرة على روحها بيت وتكون تبكي ليلا نهارا وتكون حزينة على زوجها. الحزن عمره ما كان بالبكاء، الحزن يكون بصيانة كل الأشياء الجميلة اللي خليها هو، الحزن تنجم أنت تعبر عليها والمحبة معناها لزوجي أني نعبر عليها أني ما نخليش اسمه يندثر، أني نخلي اسمه موجود، أني كل الإرث الثقافي اللي خليه أني نسعى باش نخليه موجود حميدة في الساحة الثقافية باش نخلد كل حاجة جميلة هو خليها. وما فماش وقت باش أني نقعد مسكر على روحي الباب، لا إذا ما هوش باش ينفعني في حتى شيء، كان جاي ينفع أطول كلنا أحباء حميدة الكل نسكروا البيبان على رواحنا ونقعد نبكي ليلا نهارا. توا وقت الانجاز ووقت العمل، ربي يفضلك وربي يعطيك ان شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. اني باش نقرا لكم قصيده من لون الكلام كان نكتبها حميده الله يرحمه وهداها الى الشاعر القيرواني الكبير حسين القهواجي اللي كان من اعز اصدقاء الشعراء. تقول: يا أيتها الروح المضنية، لا تفجري أحزانك في خلايا الدموع، لا تمارسي الخنوع والخضوع، بل طهري وجهك المحموم واغتسلي واطلبي من الله الرجوع. يا أيتها الروح، هو ذا الدهر مسنون، وجع يعيش فينا يرصف عشه في العقول، تخشبت الشرايين فاتركيه، يا أيتها ردي للأرض تربتها. هدية لروح حميدة جراي وهدية لروح حسين القهواجي. جميل جميل، ربي يرحمه وربي نعمه صديقنا حميدة، اللي كان يعني ما شاء الله في حياته وبعد مماته رمز للوفاء والعطاء والطيبة. نحن في هذا اللقاء كنوا له كل الاحترام وقولوا إن شاء الله ربي يرحمه. وعلى هذاك نحن يعني نتجاذب أطراف الحديث ونستمع إلى بعض الإنتاجات وبعض المشاركين في هذا اللقاء، ونحبوا توا ناخذ فكره من عند خونا مراد. خونا مراد، كنت تعاملت معه يعني في الساحه الفنيه وفي مهرجان الاغنيه وفي اللحن الذي لحنه الاستاذ بشير السامي، لو تحكي لنا شويه على مسيرتك الفنيه مع الراحل الفنان حميده جراي. بالنسبه لحميده جراي، هو مش صديق بالنسبه لي انا، حميده جراي هو اخويا اخ، احنا معناها خلينا مع بعضنا. والحاجه ياسر عبادي اللي ما يعرفوش الا حميده راهو معناها راهو مستوى نتاعو راهو ديبلوم موسيقى عربيه، معناها انسان متمكن من الموسيقى وشابع من الموسيقى، معناها صحيح. مش معناها هو اختصاصي كان في الشعر، حتى في الالحان، وحتى عنده الحان حلوه. وحميده من نوع اللي معناها يقرا النوته زاده، فهمتني ولا، ويعزف العود متكامل يعني. متكامل، اي متكامل حميده. حميدة بالنسبة لي أنا، حميدة أنا وياك نقولوا نحن سنوات نحن نسكنوا مع بعضنا ونأكلوا مع بعضنا ونخرجوا مع بعضنا وندخلوا مع بعضنا وقرينا مع بعضنا، وعندي معاه ذكريات كبيرة ياسر كبيرة. نبدأ نستناو في خونا الكبير اللي هو بشير السامي، نبدأ نستناو فيه
مضي ساعتين غير ربع مو يعطي جماعة الإذاعة عندهم الوقت نتاعهم من الساعة 8 حتى للساعة مساعتين معناها أيوة. نبدأ ونستناو نحن في بشير السامي نبدأ أنا ديما أنا وحميدة يوميا كان زاد أخونا زاد بشير وتعشرنا زاد عشرة طيبة معاه. بالنسبة للأعمال مع حميدة بكري نحكي أنا ومدام سميرة الأغنية اللي كتبها حميدة وملحنها لي بشير السامي مش نقرأ لكم هكا منها معناها شوية اش تقول. تقول لا تدمعي وتبسمي عيوني ولا تعاتبي عالناس لو ظلموني حيرتي بالي والسهر ألمني يا عين داري ارحميني وحني يا عين انسي وافرحي وتهني مهما تشوفي والبشر لموني. شو كل كلام وكل الكلام الحلو وكله فهمتني طبعا الله يرحم خويا حميدة وما نعتبرش انا خويا حميدة ما نعتبرش مات انا حميدة ديما معانا وديما معايا وديما نتذكر حميدة في كل وقت انا نذكر ديما حميدة خاطر الحاجة اللي بين وبين حميدة نحن عشرة متاع اكثر من 30 سنة عشرة وربي يرحمه ينعم. ربي يرحمه ينعم. والفنان حميدة جري يعني كما قال بشير السامي توا منذ فترة اصبح يعني في فترة من فترات جواز سفر يعني اللي يحب الاعمال نتاعو تتقبل في مهرجان اغنيه ما غير ما يتعب روحه وما غير ما يلوج يعني لوج كلمات من عند حميده الجري يعتبر نفسه يعني مش هو مقبول يعتبر نفسه يكون ضامن انه الكلمات مقبوله والاغنيه فوالا معناه ستو ريفيرونس مرجع معناه ما قلقش روحه كلام حميده الجري ما متوج من البدايه يعني من اختيار حوله عنده صور شعريه جميله برشا مع الصورة الشعرية فعلا مش على معناها جوست تركيب الكلام لا يخدم على الصورة الشعرية. حميدة فنان رو حميدة رو ساعات رو قبل أكيد. قبل رو يبدأ كجيه كلك السرحة هذيك أيوة تلقى يفكر في صورة أنا نبدأ نحكي معاه في موضوع وهو يبدأ مش ولهي بيها نقول يا حميدة يا حميدة نفهم اللي هو معناه في خيال آخر في حكاية أخرى معناه. هو معنا أحد أصدقاء المرحوم من القطر الليبي الشقيق أديب وممثل معروف الأستاذ سعد الجزوي اللي عنده أمثال كبيرة عنده مسرحيات مسلسلات برامج رمضانية ما شاء الله. خلينا نسمعوا رأيه في المرحوم حميدة الجري. أهلا وسهلا أستاذنا سعد الجازوي مرحبا بك. مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرفتنا ونورتنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. أنت على الهواء مباشرة في قناة الحياة فام إذاعتنا إذاعة الصحة بالقيروان ونسمعوا فيك ويسمعوا فيك أحباء الفقيد. إيش نجم تقول لنا وإيش نجم تقول لي الفقيد ولي أهل الفقيد موجودين معنا؟ نعم. أولا شكرا على هذه الاستضافة. نعفو. وطبعا الوفاء هذا سمة من سماتكم بارك الله فيكم بالذات أهل القيروان هذه المدينة التي أحمل لها كل الاحترام والتقدير والمحبة. بارك الله فيك. أولا يعني عزانا واحد في سيد حميد الجراي رحمة الله عليه وعلى سائر المسلمين وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربي يدخله فسيح جنته. أمين. أنا تعرفت على هذا الفنان وهذا الرجل الطيب وهذا الشاعر الرقيق وهذا الإنسان المملوء صفاء ومملوء محبة. أنا طبعا كنت نقيب للفنانين في ليبيا فقالوا لي في فنان تونسي بيشوفك في البرمى حسين فدخل علي هذا الرجل ومن الوهلة الأولى وكأنني أعرفه منذ وقت طويل من السنوات. بارك الله فيك. صحيح الحقيقة دخل بهدوئه وبحكمته وببساطته رجل بسيط جدا جدا رجل طيب رجل تحس الصدق في كلامه وفي رجل يعني مليء معجون فن ويتنفس فنا يتنفس نقاوة شاعر رقيق فخذنا الحديث مع بعض يعني وعرفت أن شرف زيادة أنه يريدنا أن نخطط معه لمجموعة من حفلات لفنانين من تونس لأصدقائها من الشعب الليبي الذي يحب تونس ويعشق تونس وأنت تعلمون ذلك يعني. تواطت العلاقة بيني وبين السيد حميدة رحمة الله عليه وكان مع المعلق الرياضي الجميل السيد المكي الجريدي المكي الجريدي نعم المكي الجريدي أي كان في نفس الوفد يعني
وقضينا أيام جميلة وكلنا عشنا مع بعضنا وتواصلت الأيام والسنوات بيننا نلتقي نتحاور حتى أنه هو رشحني لجائزة وتكريم في مهرجان الربيع الذي يقام في مدينة القيروان. صحيح. وكم سعدت بهذا التكريم وكم أحببت هذه المدينة الطيبة وناسها طيبين وتاريخها وشوارعها وبساطتها وكل ما في القيروان. حميد الزراعي رجل حقيقة طيب جدا فزاع صاحب صاحبة كريم إلى حد كبير جدا متربي خلوق رجل ورع رجل طيب رجل يحب الله سبحانه وتعالى ويحب الناس ويتألم كثيرا لألامهم. أنا لا أنسى أبدا أن جيت مرة طلبوني في مسلسل صورته في مدينة ساقس وفجأة قال لي اليوم راهو جايك أنا من سوسة نبي ناخذك نمشي القيروان لأن عندنا عرس لأحد من أقارب الأسرة هذا يشرفني. وطبعا هذه الرحلة 24 ساعة أنا نسيت فيها تعب الاستوديو وتعب التصوير وتعب وكان رجل يعني مرافق لي رفيق لي فعلاً هالي كريم اللي في ده مش ليه واللي في جيبه مش ليه يعني هلبة أو برشة صفات ما عادش عند الناس توا يعني لسه جديدة يعني هذا ابن الله فعلاً رجل فعلاً مقام الجنة بإذن الله تعالى ربي يجمعنا في الجنة إن شاء الله ربي يجمعنا إن شاء الله إن شاء الله. أنا طبعاً يعني أعزي أسرته وأعزي الفنانين في تونس باسمي وباسم كل الفنانين الفنانين الذين تعرفوا على هذا الرجل وعرفوه عن قرب وتعاملوا معه وكان مثال المواطن التونسي الحق والحقيقي يعني. ربي يعطيك طول العمر وربي يفضلك وتمتعنا بمسرحياتك الحلوة مثل العسل المر والينابيع ومثل مسلسلات جمر السنين وما ننساوش أيضا اللمة والشاهي واللوز المنوعة الرمضانية الحلوة التي امتعت بها الشعب الليبي وإن شاء الله نتعامل مع بعضنا وتجينا القيروان في ربيع الفنون ولا في أي مهرجاناتنا إن شاء الله نستمر على هذه العلاقة التي بناها وبنى صرحها الفنان حميدة جري وإن شاء الله نحن على العهد أننا إن شاء الله لن نقطع هذا الحبل حبل الوصال سيظل بيننا إن شاء الله وعلى العهد مستمرين إن شاء الله بحول الله وقولوا لك أمتعتنا وبارك الله فيك والكلمة اللي كنت بتسلم توا على جمهور حميدة جري وعلى عائلته قبل أن نستودعك الله فضل. أنا طبعا وأجدي أختي حرم المرحوم ونقول روى عندي خوف إضراب للسقوط كنايف ليبيا كلنا موجودين وتحت أمرك إن شاء الله وإن شاء الله ما نقصرش معك أبدا وأنت بارك الله فيك على دورك الكبير في دعم هذا الفنان ووقوف على رجليه وكان دائما الحقيقة يحكي لي ويشكر فيك أنك كنت داعمة لي وكنت سند كبير لي الحمد لله ونقلت فيك مني إلى وهذا طبعا شيء رائع وهذا دور الزوجة الطيبة المحبة لزوجها واللي العاشقة لزوجها أيضا الحمد لله وربي يخليك إن شاء الله وإحنا تحت أمرك دائما 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 بما نستطيع وبما لا نستطيع حتى الذي لا نستطيعه نحاول شكرا. فيه ويكفينا شرف المحاولة أنا والله زعلت على نفسي جدا 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 يعني أنا كنت قعدت شهرين في العاصمة تونس ولأني نسيت تليفون السيد حميد الزراعي في طرابلس ما خدتش معي فما قدرتش نتصل بيه لأنه ربما أنا كنت قمرت قريب أني كنت نصور المسلسل أوذيع في النص الأول من رمضان اسمه السيرة العامرية وكان هناك وقت فراغ كثير جدا فكان تمنيت أن يكون عندي الرقم عشان وكنت نتصل بواحد دكتور اسمه دكتور نعاس صديقنا في سوسة ولم يجاوبني هذا الرجل ولم يرد علي على التليفون الأرضي وعلى البرتاول بتاعه وعلى البرتاول مع المكتب حاولت محاولات كثيرة جدا ما قدرتش نوصل لحميد الجراي ولا يهمك يا أستاذ هذا نصيب يعني ما كانش فيه نصيب ما تزعلش على نفسك أنت موجود معنا في كل وقت وإن شاء الله تزورنا في فرصة قادمة ونتعرفوا عليك أكثر وهذه فرصة سانحة إن شاء الله باش نشوفوك وتقرب لنا أكثر ونتعاملوا مع بعض ويكون فما تعاون ثقافي في شتى المجالات الله يفضلك أستاذ سعد الله يبارك لك بالحق أنت من الناس اللي يحبهم حميدة برشا ويحكي عليهم برشا
حميدة مش حميدة مش صديق برك، حميدة أخو، حميدة يحب الشعب الليبي، وحميدة ملحن وكاتب مجموعة من الأغاني الثورة الليبية، ومنها الأغنية المعروفة وبرشا في ليبيا يحبوا الغناء ويعرفوها، وممكن أغلبهم يعرفوهاش، اللي هي أغنية حميدة، أغنية أم الشهيد زغرت تمبكات وقالت فداك يا ليبيا مسراتة. الله الله الله، هذه غنايه غنايه فيها برشا شجن، غنايه حلوه حلوه حلوه. هذه غناها هو توا اعتزل الغناء، غناها خويا ناجح صلوحي. تحب تعاودها بالحق؟ غنايه جميله جميله، غنايه في مهرجان الاغنيه في سفيان. سي سعد كان مازال يسمع فيها في مهرجان الاغنيه، التقى حميده بالفنان محمد الاسود، عبد الله سامحني، عبد الله الاسود. قعدوا هكا في جلسه، وكي عدلوا معناها رجل اعمال ليبي من معناها من اصدقائهم، كي قالوا راهو هو صاحب اغنيه ام الشهيد، ما صدقش، قال له هي أغنية أم الشهيد في قلب كل مصراتي. ما شاء الله ما شاء الله. قال له كيفاش تقول لي هذه أغنيتك؟ أيوة. شفت يعني إبداعاتنا في كل مكان. في كل مكان. أيضا اكتب لي مرة، يعني كان موجود في طرابلس هنايا، كنت أنا نسجل ونكتب في برنامج يومي اسمه يوميات، يحكي على مشاكل اجتماعية وقضايا كي تخص المواطن الليبي. فبديت انا قلت يوميات فيها مش عارف شنو حكايات. قال لي وقف شنو تدير؟ قلت انا بدي نعمل تيم انا كويس. قال لي خلاص هاي لف بنفس السياره في طرابلس. بعدنا نحكوا ما خلصتش هذه اللفه الا وكانت بالورقه عندي، ودخلت الاستوديو وغنيتها، وكان رجل سند لي فعلا يعني، واصبح مشهور هذه اليوميات اللي بيها يعني. الحمد لله حميده الله يرحمه، رب الله يرحمه. نعم ان شاء الله باذن الله تعالى ومثواه الجنه. امين. ما عليه ما مش حتكفينا لا ساعه ولا ساعتين ولا حلقه ولا حلقتين. شكرا اخونا سعد. استاذ سعد نشكرك على هذه المداخله الرشيقه والطيبه، وان شاء الله نستقبلوك في القيروان، وان شاء الله تزورنا في ربيع الفنون او في غيره من المهرجانات، ونتمنى لك ليله سعيده، والى اللقاء في فرصه قادمه. اهلا وسهلا بكل متابعينا، ومرحبا بكم في هذه الليله التي نعطي فيها الفرصه لكي نترحم على صديقنا المبدع الفنان حميده جري. وفي هذا الإطار نستضيف من كبار الفنانين التونسيين الذين تعاملوا مع الفقيد الأستاذ زين حداد. مرحبا أخوي زين. مرحبا بك، مساء الخير. مساء النور والسرور. مرحبا. ومساء الخير كل السادة مستمعي إذاعة حياة التفان. أهلا وسهلا. مرحبا بك، عايشك، يعطيك الصحة. شكرا لك على الاستضافة. مرحبا بك. مرحبا، ربي فضلك. بكل يعني اختصار، انت فنان كبير وتعرف يعني قدر الفنانين اللي اول شيء لازم بلادهم تعطيهم لفتة كريمة حي ولا ميت. يعني السيد هذا اعطاك برشا، اعطاه للاغنية التونسية، اعطاه للاغنية العربية، لابد ان نحكي عليه، لابد ان نثمن مجهوده. اش نجم تقول لنا في هذا الاطار خونا الزين؟ باع قبل كل شيء نترحموا على روح خونا حميدة جري، ونقول ربي يرحمه، ربي يرحمه وربي يتقبله معناها برحمته، وان شاء الله ربي يصبر عائلته وماليه واصدقائه ايضا. حميدة معناها علاقه، ما تعرف علاقه معناها مزدوجه، علاقه بحكم اللي نحن ننتمي لنفس الولايه، ولايه القيروان، معناها ولاد بلاد مع بعضنا، وعلاقه معناها زادت توطد هذه العلاقة، وأنه معناها تعملنا من خلال زوز أغاني في التسعينات. أغنية تقول بالورد جيت نصبح والورد أغلى هدية، أغنية صباحية دي قعدات بارشة في الإذاعات الجهوية والوطنية، خاصة في الصباح قبل 7 متاع الصباح ديما يحطوها المنشطين، صباحية تفاؤلية بالورد جيت نصبح والورد أغلى هدية، خلي الزهور تفتح للدنيا ليك وليا، يلي معانا افرح بالنور والصبحية بالورد يتنصبح. هذه الأغنية الأولى، والأغنية دي معناها كلمات حميدة جري وتلحين الفنان منذر بركوس. إلى جانب هذه تعاملت معاه في أغنية أخرى تقول كثر الملام علاش والدهر يجري بينا والعمر يجري بينا،
القلب ما تهناش يلي تلومه علينا. كلماته هو والحال الفنان المتميز العازف الكمانجا رياض عبدالله، وكان هذا العمل كما تقول توليتي معناه من نفس الجهة، معناه بحكم أنا انتمائي لمدينة القيروان ورياض القروان وحميدة من القروان وشاركنا فيه حتى في دولة. زدت نفذتها هنا وقت كنت في الفرقة الوطنية للموسيقى مع أستاذ عبد الرحمن العيادي، نفذناها واستضفناك واستضفنا أستاذ رياض عبدالله واستضفنا أستاذ حميدة، فكانت يعني من الأعمال المتميزة بصراحة. صحيح، وشاركنا بها حتى في دورة في مهرجان الأغنية، ومعناها رشحها حتى باش تنال جائزة. هي هنا الكلام كل الكلام الحلو برشا التونسي، وزاد الفنان رياض عبدالله عطاها كسوة بكل هنك الجو التونسي معناها كلاسيكي معناها بالقديه بالقديه عملها. وهذا هم زوز أعمال الحقيقة قاعدة نتابعنا في أعماله وفي نشاطه. بارك الله، هو بعد شوية نوعا ما على الإنتاج الشعري، ومعنى تخلف الانتاج معنى انتاع العروض مشاريع فنية مشاريع العروض، والحقيقة بحكم معناها ممكن بعد معناها بعدنا شوية على بعضنا، لكن نتبع في اخباره ونتبع في احداثه معنى في اعماله. والغلب سمعت به وقت تعب شوية وتوفى مرة اخرى في نهار جمعة كما اليوم، نقول يا ربي ترحمه وتصبر عائلته. امين. وهذيك الدنيا كهو كل واحد وعمره كيفاش معناها، كنا نتمنى معناها يبقى معانا ويزيد يعطي برشا، يعطي للتونسية ويعطي للأعمال التونسية، الخطر عنده نفس حلو برشا وعطال برشا مطربي وعمل الاسم عمل الاسم معناها الحقيقة. أما لكن هذيك الحياة وهذا كربي شحب ربي يرحمه، ربي يرحمه ونعم وربي فضلك، وكما يقول المثل اللي خلى خليفة كانوا ما ماتش، توا ما شاء الله المدام بتاعه يعني امرأة بألف رجل قاعدة تقوم بواجب كبير وقاعدة تواصل في المسيرة الجميلة بتاعه وجمع الانتاج بتاعه، أتحفتنا بالكثير من الأعمال واللي باش خليهم في شكل مفاجآت لمتابعيه، وهي باش تقرأ لنا جزء من ما خلى الفنان المرحوم حميدة جري. قدم تحية عسلامة سيزين. أيه سيزين عسلامة. أهلا بيك مدام، مرحبا بيك. يعيشك ربي يرحمه. يعيشك حميدة، أنت قلت معناها تمنينا لو كان قعد عايش بيناتنا، هو مازال عايش بيناتنا، مازال باش يعيش بيناتنا بأعماله اللي مازالت موجودة بخلاف أعماله اللي خرجت للساحة الثقافية وتغنيت. عنده معناها أعمال كثيرة وأعمال حلوة برشا، إن شاء الله باش تخرج، معناها هو الفنان ما يموتش بإذن الله. وبالطبع كلامك صحيح، انا كي قلت معناها على شخص وعلى حضور، ونعرف هو الفنان معناها حتى يعيش حتى يعيش برشا تبقى ديما اعماله خالده، فهمت؟ لكن معناها هكا معناها انا البون حتى الفم برشا 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 ما يعرفوش انه حميده خلى كتابات وخلى اغاني وخلى اغاني كلمات وخلى اغاني ملحنه، وان شاء الله باش تخرج ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يخرجوا ويزيدوا معناها يدعموا باش يثريوا الساحه الثقافيه، على خاطر توا اللي قاعدين نشوفوا ما فماش برشا انتاجات غنائيه، مانيش قاعدين نشوفوا باذن الله اغاني حميده باش تكون مفاجاه كبيره باذن الله باذن الله. اذا الفنان الكبير زين الحداد، حبينا نشكروك على هذه المداخله ونشكروك ودينا ان شاء الله تكون ضيوفنا الكرام، وان شاء الله نسمعوا صوت قديم ونسمعوا اخبارك وجديدك، ومش نخليوك توا تسمع مدام مش باش تقرا لنا من ما خلانا الفقيد حميدة جري. هو اللي يعرفوه اصحابه واحباب حميده وعائلته انه هو عنده تعلق كبير بامه، امي جنات الله يرحمها وينعمها، وهو سمى بنته صغيره جنات على اسم امه. ما عنديش برشا هذه على القصيدة. فكره مدام قاطعك سامحني، تفضل. كان معنا من المفروض يكون على الخط الاخ والصديق غازي غذاوي، كنا نتصل به كثير من المرات لو كان يسمع فينا، راه اتصلنا بك مرتين وثلاثه وما جاوبتناش، وباش تحكي لنا توا مدام جري على القصيده اللي عملها لك الاستاذ حميده جري، يعني تعطينا عليها فكره بسيطه وبعد نواصلوا. تفضل.
هو غازي من أصدقاء حميدة، يعني فنان قيرواني من أصدقاء حميدة. طلب حميدة قال له متعلق بمه زادة هو برشا، ويعرف قديش حميدة زادة يعني متعلق بمه، قاسم مشترك بيناتهم. قال له كتب لي حاجة على أمي. كتب له حميدة غناية ممتازة جدا ولحنها وهديها له هدية. كنت الحقيقة باش نقدموها، كنت وعدتك وعدتك باش نعديوها، لكن كي سمعت الفوكال اللي بعثوا في الاخر قالوا خليها هذيا بيني وبينك حتى اللي تشوف النور وحتى تخرج معناها للساحة الثقافية وحتى تتغنى. هذيك علاش باش نعمل الوصية نتاعو. اما اذا تحية للفنان واخونا العزيز غازي الغذاوي، ان شاء الله مرة غازي بحق من صحاب حميدة الاوفياء. اما اني باش نقدم قصيدة كتبها حميدة عنده 4 شهور، معناها في قبل ما يمرض معناها بأيام قليلة، باش نقدمها للروح أمي جنات الله يرحمها ولكل أمهاتنا، وباش نهديها لكل أمهاتنا، وربي إن شاء الله يرحم الأموات وربي يفضل الأحياء منهم. توحشتها لحنينة، توحشتها لحنينة جنات يا غيبتها، من بعدها اش تسوى الأيام واش قيمتها، أيام عمري ماستة والأفراح بوجيعتها، ونظرات عيني الزاهدة متشوقة لشوفتها، وانفاس روحي الخامدة مستحشة ريحتها، مشتاق والله كلامها وملامها وغضبتها، مشتاق طعم طعامها وحنانها وطيبتها، ودعواتها في صلاتها ورمضانها وسفرتها، كانت تبنن روحي بدلالها وضحكتها، وكانت تدغدغ شعري ومخدتي ركبتها، جنات لها وحشة، جنات لها وحشة للعائلة ولمتها، ولمت سقيفة شره مع بناتها وجيرتها وبخورها وبرادها وكيسان في ميتها، جنات عشت معاها طماع في رضايتها، وفرحتي فرحتها وبكاي من دمعتها، وكل من يعرفها يقدر غلا قيمتها، مرا مذخمة مجدية وموهرة بريشتها، كي تسفسر السفساري يزيد في وهرتها، وتلبس صياغة ليرة في صداقها شرطتها. الله يرحمهم يا جنات. مازالت القصيدة طويلة طويلة طويلة، تحكي على مسيرة كاملة لأمي جنات الله يرحمها بعد وفاة معني مرض الوالد ووفاته، ومسيرة الكل حتى كشي اللي كبروا الأولاد، لكن الوقت ما نجموش نكملوها الكل. كلمات حلوة وكلمات مؤثرة معبرة وتصف مؤثرة. يعني الإمرأة القيروانية وتصف في أمي جنات، مازال يحكي على السدية ومازال يحكي على الزربية، معناها إرث، هذا إرث كل شيء. والله يا أستاذ، بحكم اللي أنا علاقتي كبيرة أنا بحميدة بومي جنات يرحمها وكذا، والله الصور اللي قاعد تقرأ فيهم كاني نغزر لهم، يعني بحكم اللي أنا نمشي للدار من الواقع ويحكي من الواقع. إذن مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء أرجو أن نكونوا قد أمتعناكم، وإن شاء الله غازي معك غازي على الحمد لله في آخر لحظة تحصلنا على أخونا غازي، نقعد معه دقيقة ولا دقيقتين للغالب. وقبل ما نمشي له نحب نتوجه بالشكر الكبير لمخرج هذا اللقاء من الناحية التقنية أخونا أيمن ليجا، وفي الإخراج الرقمي أخونا سهيل السلم، يعطيهم الصحة ويعطيهم العافية اللي تعبناهم هذه الليلة. ونمر مباشرة، أهلا وسهلا أخونا غازي. وي الو على الكلام. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك، نحبوا نتحصلوا عليك يا سيدي، مرحبا بك. الخط مفتوح. اهلا بك، اهلا، نسمع فيك غاز. تفضل انت على الهواء مباشره، الخط مفتوح ليك. اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالساده متابعي اذاعه الحياه فين. اهلا وسهلا، تفضل انت على الخط على الهواء، تفضل ايش تحب تقول لنا، نحن نسمع فيك. اول حاجه ساعة نحب نترحم مره اخرى على اخونا وحبيبنا
خطوط، مشكلة الخطوط. إذا كان نجمنا تو نرجعوا لخونا غازي. إذا بعد ما شكرت الزملاء والأخوة تقنيين، نحب نعطيكم المفاجأة الليلة اللي معانا البنوتة الصغيرة تحفونا جنوتة صغيرة باش تقول كلمة تترحم على والدها وتكلم أحباء وأصدقاء. أهلا بيك يا جنوت. أهلا بالصبية، ما شاء الله عليك ما شاء الله. شوف شو قلنا الليلة في هاللقاء اللي كرمنا فيه والدك الفنان حميدة جري. أنت من المفروض تفتخر أنك بنت قامة من القامات التونسية، بنت رجل بألف رجل، وماما زادة وقفة معاكم أنتم، ربي يفضلكم ربي يصلح حالكم، أنتم راكم أسمع باش تشدوا المشعل بعده باش ترفعوا روسكم وتقولوا نحنا بابا ما ماتش راه بابا موجود وأعماله تحكي عليه. أي تكلم أنت خلينا نسكت يا ناي. أهلا وسهلا. عسلامة. أنا فخورة برشا اللي عندي بو كيفو و ربي يرحمه. ربي يرحمه صحيح. وكهو كهو أعطينا اسمك أنت وفانا قسم تقرأ وكل شيء. بابا حي بيناتنا وروحوا ديما معانا كما كان يوصي فينا في الأيامات التيرانية. كان يشقوا لكم يشقوا لكم يقول لكم كان يقولنا ما تحزنوش وخليكم ديما فرحانين. وانتم يعني عملتوا بالوصية نتاعهم ما تأثرتوش برشا على التأثير في القلب، لكن انتم نشوف فيكم ما شاء الله ماما واقفة معاكم، وماما ما شاء الله قوية نفسيتها مرتفعة، وبابا يحبها زادة تقرأ على راحة زادة ويحبها ديما تخمم في قرايتها هكا ولا هاي بالطبيعة. احنا جمعنا معناها حاجات تحميدة لكلها جمعناها في مكان وحدها، وكي نتوحشوها نحلوا الجاردروب الكل قاعد كما هو بدبشوا بحاجات والكل كل من البريكية حتى للمونجيلا الكل شيء كل شيء حتى أبسط حاجة مش نعملوا احنا كنت وحشوا نشوفوا نقولوا الله يرحمه الله يرحمه حميدة وربي يرحمه وينعمه ان شاء الله ربي يرحمه وربي ينعمه وديم الله. هذيك هي سنة الحياة. اذا اذاعة الحياة اف ام هي إذاعة الصحة وإذاعة الثقافة وإذاعة الفن. نحب أيضا نشكر صديقنا حسان نابتي على تمرير المكالمات في هذه الحصة، ونحب نقول لكم إن شاء الله تجمعنا بكم لقاءات أخرى مع فنانين ومبدعين من القيروان. وهذا سفيان العماري من أمام من ميكروفون يستودعكم الله. إلى اللقاء، تصبحوا على خير. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة. الفن عنوان حديث الروح، حديث الروح، برنامج فني ثقافي يهتم بأثر المبدع والفنان في كل مكان وزمان. حديث الروح برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري من 8 للعشرة على الحياة فام. حديث الروح.